رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات حفل افتتاح منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2018 الذي تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وبهذه المناسبة التي حضرها صاحبا المعالي نائبا رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والسلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين والمشاركون من داخل المملكة وخارجها، أدلى سموه بالتصريح التالي: إن هذا المنتدى الذي يعقد في نسخته التاسعة يأتي واحدا من الفعاليات الكبرى والهامة بما يستقطب من النخب والخبرات وبما يتيحه من فرصة لتبادل التجارب والمبادرات الرائدة والإسهام في تعزيز العلاقات المحلية والخارجية وعرض كل جديد ومتقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. لقد حققت مملكة البحرين في هذا المجال وعلى مدى أكثر من 10 سنوات العديد من الإنجازات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة ومشاريعها الحكومية لما فيه خدمة للوطن والمواطن، وعززت الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات، وأكسبت المملكة المكانة والسمعة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وإن من أهم الإنجازات المتحققة ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية هو المحافظة على تحقيق نسبة ما لا يقل عن 90% من أهداف الاستراتيجية الوطنية وتجاوز قيمة المعاملات المالية المنجزة عبر قنوات الحكومة الإلكترونية إلى 333 مليون دينار بحريني بعد تدشين أكثر من 350 خدمة إلكترونية في مجالات الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين والمقيمين. ونتيجة لهذه الإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، فقد استطاعت مملكة البحرين المحافظة على تصنيفها المتقدم ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدا كما جاء في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية الصادر في عام 2018، محققة الترتيب 26 عالميا والخامس آسيويا والمركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. وبشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز استطاعت المملكة أن تنفرد بقيادة التوجه العالمي في مجال الحوسبة السحابية على المستوى المحلي والمنطقة في قطاعيها العام والخاص. وحول الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية للأعوام 2019-2021، فقد روعي فيها أن ترتكز على تحديد الأولويات الاستراتيجية بما يدعم برنامج عمل الحكومة وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، وترسيخا لثقافة التميز الحكومي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية. فقد تم استحداث مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية الذي يختص بتقييم الجهات بناء على مجموعة من المعايير التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتنفيذ أفضل الممارسات التقنية على المستوى المؤسسي. وبهذه المناسبة فإنه لا يسرني أن أعرب عن الشكر والتقدير لجهود رئيس وأعضاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والشركاء والرعاة، والشكر موصول للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات لما قامت به من جهود في خفض النفقات ضمن المهمة الموكلة لها.
في ظل ثورة تقنية متسارعة، وجد للخدمات الحكومية والخاصة منفذ حتى لا يكون تقديمها حكرا على الموظف فقط، بل أصبح تقديم الخدمة إلكترونيا في المناحي العملية ضرورة حتمية. منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية يطل في نسخته التاسعة لإدارة المعرفة وإنجاز الأعمال في بيئة إلكترونية آمنة. نحتفل بنهاية الاستراتيجية الثانية، تحقق الكثير واستفدنا من المنتديات السابقة في توجهات الحكومية. اليوم طبعا نحن ننظر إلى التوجهات المستقبلية، البيانات الضخمة، البلوكتشين، أمن المعلومات يعتبر جانب مهم، حوسبة السحابية. ففي عدد من التوجهات الدولية القادمة نحاول ان احنا يعني نستفيد منها في وضع استراتيجيتنا القادمة اللي هي راح تكون متوافقة مع برنامج عمل الحكومة. طبعا المشاركة في منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية هو بالنسبة لنا فرصة لمشاركة إنجازات السلطنة في مجال التحول الرقمي، وايضا مشاركة بعض التجارب، بالإضافة الى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى. للمنتدى محاور متعددة ينقلها أكثر من 20 متحدثا في مجال التحول الرقمي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، إلى جانب التحول الرقمي في القطاع الحكومي بمملكة البحرين. فوزنا بجائزة الحكومة الإلكترونية، وطبعا هذه الجائزة تعني الكثير لوزارة الصحة ولجميع العاملين في وزارة الصحة، وخاصة بأنها النتائج أو التطبيقات التي بدأتها وزارة الصحة تخدم المواطنين والمقيمين في البحرين بشكل عام. ويهمنا أن هذه الخدمات سهلت الكثير على المواطنين وسهلت أيضا على الموظفين في وزارة الصحة. اليوم وزارة المواصلات والاتصالات دشنت مشروع اسمه نظام مراسي. النظام هذا عبارة عن نظام متكامل يغطي كل جوانب شؤون الموانئ والملاحه البحريه. النظام عباره عن بيبرلس سيستم، جميع المتعاملين مع شؤون الموانئ والملاحه البحريه ممكن ان يتم من خلال النظام تقديم جميع المعاملات. إلى جانب ذلك، تطرق المنتدى لإبراز قصص النجاح البحرينية والإقليمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وإلى ما تشهده الخدمات الحكومية الإلكترونية من تطور وكفاءة عالية للنهوض بالمنظومة الإلكترونية بمملكة البحرين. منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية يعد وجهة لاستقطاب المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات المتطورة، كما يعد هذا المنتدى وجهة آمنة تشجع على الابتكارات التكنولوجية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.